الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفع إنتاج دول الأعضاء 13 في منظمة أوبك من النفط بنحو 216 ألف برميل يوميا خلال شهر تموز الماضي، ليصل إلى 28 مليون و 896 ألف برميل يوميا بدعم زيادة الإمدادات من 7 دول بينها العراق. وبحسب التقرير الشهري لمنظمة أوبك، فإن العراق زاد إنتاجه بمقدار 30 ألف برميل يومياً ليصل إلى 4,496 ألف برميل يومياً، مبيناً أن الزيادة في إنتاج العراق النفطي ارتفع بمقدار 447 ألف برميل يومياً عن نفس الفترة من عام 2021. كشف مصدر في وزارة النقل الحالية عن خسارة العراق 1000 رحلة جوية كانت من المقرر أن تمر في أجوائه مع انطلاق مونديال قطر من نسخة 2022 من جراء إخفاق الوزارة في إدارة ملف الملاحة الجوية. واتهم المصدر الشركة العامة لخدمة الملاحات الجوية في العراق بالتحرك بالضبط من مصالح البلاد مقارنة بما تقوم به دول جوار العراق التي تعمل على توفير خدمات الملاحة الجوية في أجوائها بأعلى المعايير الدولية، وتسعى لجذب شركات الطيران لاستخدام أجوائها، ومنها السعودية التي أعلنت عن تخفيض أجور عبور أجوائها بمناسبة كأس العالم لعام 2022 التي ستقام في قطر في شهر تشرين الأول المقبل. كشف اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى عن ارتفاع كبير بأسعار الفاكهة المحلية في المحافظة رغم استمرار استيراد الفاكهة الأجنبية. وقال رئيس الاتحاد رعد حميد التميمي إن أسعار الفاكهة في ديالى ارتفعت خلال الموسم الحالي بنسبة 40% بسبب الجفاف وهلاك نحو نصف بساتين ديالى من جراء أزمة الجفاف وغياب الدعم الحكومي طيلة الأعوام الماضية. هذا وتسبب الجفاف في ديالى خلال السنوات الأخيرة بهلاك البساتين المثمرة وتحولها إلى صحاري جرداء، فيما تسبب الاستيراد العشوائي وانهيار أسعار الفاكهة خلال الأعوام ما بين 2008 و 2018 باندثار غالبية البساتين وتجريفها لتتحول إلى أراض سكنية. نبه مسؤولون أردنيون من تفاقم مشكلة ركود سوق العمل في البلاد وسط تكدس خريجي المعاهد والجامعات سنوياً من مختلف الاختصاصات. وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن 39 تخصصاً مصنفاً بالركود في الجامعات سيتم التوقف عن استقبال طلبات التوظيف الخاصة بهذه التخصصات. يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الأردن من ارتفاع مشكلة البطالة التي تجاوزت 25% في العام الماضي. كشف مكتب الإحصاء الوطني البريطاني عن انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.6% في حزيران المنصرم وبنسبة 0.1% خلال الربع الثاني من عام 2022، بما يقل عن انكماش نسبته 1.3%. وأفاد مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بأن الخدمات تراجعت بنسبة 0.5% في حزيران، فكانت المحرك الأساسي لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن تراجع الاقتصاد لشهر حزيران كان متوقعا بسبب عطلة مصرفية بمناسبة احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث. وهذا انتقال سريع لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام موجز، إلى اللقاء.